فمن عدة مصادر. السؤال هذا الهرمون جروث طبعا هو من ياما ياخذونه من الانسان انا سمعت او من الحيوان صح؟ شنو علي السؤال لكم اثنيناتكم اذا انطقت الابره او هي ابره هرمون تاخذ على شكل حقن ابره صح شنو تاثيره على الشاب؟ شنو تاثيره الحالي والمستقبلي؟ طبعا عشان كذي هم الدكتور يوصفها للحالات اللي هي للانسان اللي عنده نقص نمو بجسمه، هي اسمها هرمون النمو. فسوء استخدامه بطريقه غير مضبوطه هي اللي بتعرض الانسان اللي جسمه طبيعي. شلون سوء الاستخدام؟ سوء الاستخدام لانه طبعا هذه اخصائيين الهرمونات هي تعرف فيها اكثر، يعرفون فيها اكثر. بس هي حسب ما نسمع انها تاثر على الغده، تاثر على النمو، ممكن تعمل مشاكل هشاشه بالعظام تسوي هشاشه بالعظام. اي هرمون نمو زين لو شخص يستخدمها يعني شنو؟ عنده بنيه تسير يعني بالعظم تاخذ تصير حشاشه، العظم يصير عريض. العظم يصير عريض. عشان كذي الشخص وقت ياخذ الجروث يبين عريض وبسرعه يعني يكتسب عضله. زين. اللي ياخذ جروث هرمون كونكم انتم مدربين كباتن في النوادي اذا دخل عندكم احد ماخذ جروث تعرفونه ولا ما تعرفونه ولا لا يبين؟ في ناس يبين عليها وفي ناس يبين شيء بسيط. اشوف علي يبتسم علي ابتسامتك هذه من وراها كلام. اي من وراها لان شنو الشخص لو ياخذ جروث تلقين عضلته طول الفتره يعني احنا الشخص وقت يتمرن ساعه ونص خلال هالساعه ونص العضله تكون مشدوده. بس الاستخدام الجروث يكون طول اليوم العضله مشدوده. ها فمن كذي يبين الجسم الجسم على طول يكون طول الفتره. يعني تقصد اللي مو ماخذ الهرمون جروث اللي هو يبين من خلال التمرين. بس التمرين. اذا كانت العضله مشدوده طول الوقت لا هذا طول اليوم. زين من ياخذها؟ هو يطقها البره ولا ايش قصته؟ وين يروح؟ في المعهد يطقونها له ولا وين؟ ما هو لانه هي اصلا مو بروحه يعني هو طقها هي مو شرعيه يعني في طرق وايد يعني ممكن يسوونها ممكن يروحون حق اي احد وهو نفس اللي بايعهم بطريقه غير شرعيه او هم يعني تقي هم يعني يطقون نفسهم يعلمونهم في ناس ايه او المدرب البنشرتشي ولا المدرب السباك يمكن هو يعلمهم اي في تليفون انا عندي شو عيسى عبد الله الحين بقول زين بعد شوي نقول التغريدات نقول الو السلام عليكم دكتوره هلا هلا عيسى يا هلا مرحبا فيك والله منورين انتم الكباتن منورين الكباتن مو انا مو جسمه منورين انتم الكباتن اي انت منوره بعد دكتوره الله يسلمك يا عيسى الله يعطي زين زين يعني شغله طيبه هذه قلت عن الجروث يعني كنت بقول عنها بس كثرتها نسبه الكباتن مثل ما قلت كثرتها مضره حق الجسم كله مو بس حشاشه العظام كثرتها مضره حق الجسم كله اي صحيح ومثل ما قالوا توهم بالضبط كذي هالشكل. عيسى انت تروح نادي؟ لا والله للاسف يعني انا اتمنى يعني ايش نادي عندهم يعني انت مو مجسم ولا معضل؟ لا انا الحمد لله طبيعي طبيعي زين ما لك نيه تتعضل وتمارين وهذا يعني والله ممكن كلم كابتن مازن بعد كم مره يلا ان شاء الله مازن كابتن مازن تفضل اساله سلامك كابتن سلام يا هلا مرحبا يعطيك العافيه الله يعافيك زين الواحد الحين عمره 65 سنه يعني في مجال يعني جسمه تعدل ولا خلنا كمال اجسام شلون مره ثانيه عيسى سؤالك اللي واحد عمره 55 سنه لا 65 سنه يعني 50 سنه اي 25 سنه 25 سنه اي لا 35 35 سنه اي بطينا 35 سنه اي كمل يعني ما يمدي يصير كمان تسامي يعني بتحب حس الجسم يعني في طريقه يعني عندكم دش النادي ولا ك اي يعني 35 سنه هي رياضه كمال الاجسام مو شرط ان يكون واحد يدش بطولات كمال الاجسام هي رياضه عشان تبني عضلتك عشان تصير يعني انت على الاقل تلبس لما تلبس تحس نفسك انك رشيق ملابس تلقى لما تلبس شيء تحس نفسك انت مرتاح بالنومه بالقعده بالحركه يعني السن مو مهم في حتى ناس تي ان عندنا 40 سنه 55 يبي يخسس يبي لياقه يعني عندنا بالناس نوادي بالنادي عندنا اعمار كبيره تجي تسوي ممارسه الرياضه كمال الاجسام نعم نعم
سمعت عيسى؟ سمعت عيسى؟ يعطيك العافيه، مشكور دكتور. تبي تروح لهم الحين قبل لا تسكر؟ تبي تروح لهم؟ بس ما حد ما يصاب. ما حد ما تبع شو اسمه اكسجين عندك في العداليه حسب بيتكم وين جري، بالثاني بدي بلدنج الثاني. اذا تبي تروح عند مازن، مازن في العداليه اذا تبي تروح له. يلا تبي تعضل كنا عندك مية قشره يا عيسى. لا ما بنعضل بس بحس جسمي فقط، لا احضر ولا شيء. حياك الله يا عيسى. حياك الله، يا هلا مرحبا فيك، مشكور على المشاركه يا عيسى. نرجع مره ثانيه شويه عشان المغردين. طبعا المشاركه هذه حقي، مشكوره طيوبه حبيبتي ما قصرتي، زين انك تابعت البرنامج اخيرا. سلم عليكم سمره المغرده صديقه البرنامج، السلام عليكم منوره حبيبتي مشكوره. الحين دورنا نسكت ونتابع شو نسوي، ما عندنا عضلات. والعقل السليم في الجسم السليم. اوكي الثانيه، الثاني اظنتي هذا واحد يقول دكتوره لعبه الحديد لا تستخدم دائما للمظهر، بل هناك لاعبين يلعبونها للتمتع بالقوه البدنيه ولطبيعه عملهم كرجال الاطفاء والعسكريين. صح. انزين طرد السمره طبعا تحمست الظاهر، شافت البرنامج حمل وطيس فطرشت لكم المغرده سؤال، هل المدربين عندهم شهاده وهل يوجد في الكويت معاهد للتدريب وفي اي عمر ينصح بالتدريب؟ وايد اسئله، تحبوا تجاوبون علي سؤال فيهم؟ على العمر يعني على العمر يعني لو كان حتى لو عمره 17 سنه وبعدين 17 18 اي سن يعني، بس يروح باستشاره الكابتن يتمرن، لان في 17 سنه تبدا يعني عمره 17 سنه يعني في طلاب يجونا بالصيف اعمارهم 15 سنه بالصيف وتستقبلونهم كمال اجسام؟ نستقبلهم الفتره هذه 3 شهور. زين ويعني هو يكون ماخذ النصيحه من امه وابوه، يقول انا ما ابي شغله تاثر على طولي، واحنا نساعده يعني نعطيه فيه تمارين يعني تكون تمارين بسيطه. نعم. طيب الحين في الحاله هذه وهو 17 سنه هني يعني يعني يتوقف طوله ولا نمو يصير عنده ولا شنو التغييرات تصير بهالفتره هذه؟ لا هو شنو يعني لما ما يبتدي التدريب؟ لا الفتره هذه يلعب في يعني من شهر لثلاث شهور ما في يعني نتيجه تكون واضحه. ما تكون واضحة بس نعم. احنا يعني نخليه يتمرن يعني نعم. ما في اي مشكلة. التغريدة اللي قالتها وانا ارجع مرة ثانية واركز، لان انا هذا الهدف منه يعني حق شبابنا وعيالنا كل اربعة حتى نقدم لهم تكون يعني رسالة واضحة من حضرتكم كباتن نعم. ومدراء يعني موجودين اشرافكم تحتكم الشباب نعم. يالك شاب وقال لك انا كنت بالمعهد الفلاني وياب قال لي هالنوع من هالهرمون هذا، هل مازن وعلي انتم تنصحونهم تقولوا لهم لا ولا اوكي كيفك انت حر؟ يعني شلون طريقه المتابعه او الدقه او الاشراف عليهم لانكم انتم مباشرين لهم؟ طبعا هذه اصلا الشغله ممنوعه اذا صارت الحاله وحدا كلمنا، بس احنا خلينا نقول مازن نعم صريحين نعم يعني احنا قدام الناس وهذا نعم احنا ندري انها موجودين موجودة نعم تحت الطاوله وموجوده نعم ومنتشره في كل المعاد. اسمح نعم لي انا ما اقول الكل، خلينا نقول معظم نعم، خلينا نقول المعظم، لكن هي ضمير، مساله نعم ضمير صحيح عند المدرب، خلينا نكون صريحين. صحيح. شنو النصيحه اللي تنصحونها حق الشباب يعني ايش بتقول له؟ طبعا احنا بنحاول ان نقنعه انه يتجه الى المكملات الغذائيه، بس هو اذا كان احنا يعني ما نقدر نسيطر عليه وخذاها من غير ما نعرف، راح من طريق ناس اللي هي ممكن تعطيها الشغله هذه، احنا ما نقدر نسوي عليه كنترول، احنا ننصحه انه ما ياخذ الشغله. قال لك انا باخذه ما يصير فيني شيء، شو ترد عليه مازن؟ قال لك انا باخذ شباب باخذ بطلع عضلاتي، كانت عندك عضلات يمكن انت طاق ولا ماخذ ابر كذي تصويرهم تفتكرون هو ما يدرون هال 17 نتيجه تعب ولا جهد وكذي، لا انا بصير كذي او ما عندي وقت بسافر ما ادري شو ترد عليهم علي شو تقول لهم؟ احنا دكتوره اول شيء نصبرهم يعني اول شيء صورهم؟ لا نصبرهم بس بعد يصورون لا هذه فكره تصوير صوروهم اي والله زين زين يعني انا عندي مره موقف صار انه في واحد ابوه يعني سجله وسوى له اشتراك بالنادي، الشخص هذا قاعد يسمع انه الشخص ماخذ امينو ولا الشخص ياخذ اوبر هرمونات وكذي يتاثر، يقول انا بسير بسرعه يعني انا ببني جسم. زين الوالد ولد
ولد شو اسمه؟ الأبو الأبو يعني كان بين فترة وفترة يدق علي. ها يعني يراقب ولده عن طريقك. ايه بعدين انا قلت له الموضوع ترى كذي وكذي، بس احنا عشان لا نخلي ولدك لا يتخطى او من ورانا، يعني حتى لو انا كابتن يمكن احتمال من وراي يروح ياخذ هرمون يصير. ها أي يصير. ايه انا انصح زين انه ياخذ. ما تطيح عليهم تشكهم؟ لا بعد الشغله هذه ما يبين؟ لا لا وقت ياخذ هرمون؟ ايه دكتوره حتى لو الشخص ياخذ هرمون لازم في نقط، شغله ترتبط بشغله، لازم يعدل اكله ويعدل نومه ويعدل تمرينه بعدين الهرمون. هم يفكرون يعني الشخص لو ياخذ هرمون خلاص يعني ما يبي هالشغلات الثلاثه ترتبط. على منو احنا نقط المسؤوليه اذا ما صار عنده وعي الشاب ورايح يا مازن رايح الشاب سيده ويبي يطقوني هرمون او انا طاق هرمون وياي اتدرب مثل ما قلت في المعهد واحنا ما ندري عنه؟ المسؤوليه تقع على منو؟ حدد لي المسؤوليه بالضبط على منو تقع. اول شيء طبعا يبين على الاهل، مفروض الاهل هم يشوفون ولدهم، لانه هذه الهرمونات تغير من حتى من شخصيه ولدهم، يعني المفروض يشوف ولده، خلينا نقول ولده طبعه هادي وكذي، لما يشوفه يبلش يتنرفز او يصير عنده يعني يتنرفز. خلينا اول شيء يسوي الدواء نرفزه يصير يخليه معصب عصبي، ممكن يكون يحسون انه مثلا نومه صار نومته مو عدله، في عنده مثلا بالتغذيه صار في شيء يبين في اثار كذي. نعم. بلش تبين. عندي اتصال من احمد جاسم، نقول الو. الو الو هلا يا احمد، هلا فيك. عليكم. عليكم السلام والرحمه، هلا فيك يا احمد، الله يعافيك ويخليك. زين منور الشاشه اليوم الكابتن مازن. حبيبي الظاهر انت حط طلبته. والله كنت اتمرن عنده قبل والله. يلا بحياه سنتر بعدد متشين لو اكلمه. اي كان معاك الهواء، تفضل. شلونك كابتن؟ يا هلا والله. كيف حالك؟ يا الله يخليك. مساك بخير. الله يسلمك. تذكرتني عاد ولا لا؟ لا اكيد ذكرتك. شلون؟ اي انا والشباب قبل كنا نتمرن عندك وهذا، بس بعدين خلاص خلصتوا طلعتوا من النادي، ما رحتوا انتم؟ الحين باكسجين العدليه. لا؟ اي شلونك؟ والله تمام الحمد لله. خل نسالك احنا نستقل يعني بدال السلامات، سلمت يا احمد؟ خلنا ما شايفه. اي شوفه بعدين رحنا العدليه الله يهداك. الحين خلينا نستفيد منك يا احمد. انت طبعا يا احمد بتدرب عند الكابتن مازن، لو ما حبك له ما ادفعك انك انت تتصل وتسال عليه، وهذا شهاده مازن يعتز فيها واحنا نعتز فيها. قل لي يا طبعا انت احمد فتره انقطاع، هل انت ما زلت الى الان متدرب؟ انت من كمال اجسام عندك عضلات بعد؟ لا لا يعني تقولين بس يعني كتعدلين جسمك بس يعني مو عافية عليك. برافو. يعني ما خذيت لا هرمونات ولا غير هرمونات؟ لا 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 بروتين اوكي، هرمون لا يعني. نعم. مستمر للحين في الأندية أحمد؟ والله للأسف قطعت لأنه بعيد عنكم حادث يعني. اي ما تشوف شر ان شاء الله يا رب. يتفاجأ الحين مازن انك مسوي حادث، يمكن يدق عليك ياخذ رقمك يتصل فيك بعدين ان شاء الله. نتمنى والله. احمد انت من خلال ايش كثر تدربت مع مازن كابتن مازن؟ والله فتره تقريبا يمكن 4 أشهر او 5 أشهر تقريبا. الحين تبي قلت والله فتره، انا احس مالي سنين. 4 أشهر لا يعني الفتره اختي شلون لما اول ما تعرفين على الكابتن وكذي وهذا فتبي تستفيدين منه انت يا رب. قول لي احمد انت من مازن شنو اللي استفدت؟ كابتن مازن والله كتمارين كيعطيك نظام غذائي كيعني شلون يعني شلون افهمك يعني يعطيك شغلات شو اقول لك يعني غيره ما يقولها. يعني في ناس يعني تستغل الشغله على قولنا كابتن اصابه هرمونات مثلا او انه يقول لك كلام اوكي يلا تمرن وخلاص، لا هذا يجاب لك يعني قال لك لا انت قاعد تلعب غلط صح تبي كذا تبي كذا، ما يقول لك يعني كيصرف هرمونات وبس يعني. نعم. مشكور يا احمد ما قصرت. مشكور يا احمد. خلي كلمه مازن الحين. اي والله بس دقيقه بسال سؤال انا بس. ها يلا اي نبي تسال احنا. ايه كابتن ما ادري بعد بدش بطوله غير اخر مره. اي عندي بطوله. الشباب يعني. ايه عندي بطوله جايه الحين بطوله قطر الدوليه وبطوله ارنولد كلاسيك بامريكا. الله يوفقك ان شاء الله. تسلم. عاد جيب لنا عاد تذاكر شيء ان شاء الله. ان شاء الله. لا كن داق انت تبي منه تذاكر. مشكور يا احمد تسلم. يلا موفقين. تسلم. مشكور. يلا طبعا يا اهل الديره انا بس حبيت ايش كثر بقالي؟
عندي دقيقتين بس، ما يخالف الدقيقتين. خل اقول لكم طبعا عن اسئله احمد.